الو، شكون معايا؟ معك انا، شكون معايا؟ انا الاعلى. شكون انا الاعلى؟ ودابا بغينا بزز الماركي وصاحبي تماركي لاعبين قوي دسات حنايا. وقلنا صاحبي شنو كاين باش نفهمو. ويلي سير قد شي قهيوه واجي نفهمك. نقاد قهيوه؟ علاش كون انت بعدا وفين كاين اصلا باش نجيب لك قهيوه؟ وجهك هاللي ماركي عليك شي 7-0 ويخليك على الدص. انا فرويد الزمر، حل راني حدا الباب. سيغموند فرويد تولد في 1856 بالنمسا في واحد البلاصه سميتها فريتش. هذا هو ابو طب النفس الفيلسوف، اعطى بزاف وزاد حرك العجله ديال علم النفس. ما علينا، غنهضر شويه على الافكار ديالو، على الهويه ديال الشخص. ولكن قبل ما ندويو على الافكار فرويد على هويه الشخص، اجي ندويو شويه على الشخص. الشخص يعني حسب الفلاسفة وحسب المفهوم العام هو واحد الذات، يعني جسد، حنا، أنا، أنت، هو، هي، واحد الذات مفكرة، جسد كيفكر، عنده عقل، واعي بشنو كيوقع ليه، يعني إلا قرصتيه كيتألم، إلا قلتي ليه شكون تيقول نغ. وهاد الجسد هذا كيتحمل مسؤوليته في الأفعال ديالو والاختيارات، يعني أي فعل ولا اختيار دارو كيتحمل فيه مسؤوليته لأنه واعي ومفكر. هو هذا الشخص، والأفونتاج اللي فيه على الحيوانات الأخرى هو العقل. وبما أننا أشخاص 8 مليار في العالم، فكل شخص عنده واحد الهوية. الهوية هي باش كتعرف كل شخص، يعني متميز على الشخص الآخر في الماضي والمستقبل والحاضر. وكل فيلسوف عنده واحد الفكرة على الهوية ديال الشخص، ولكن حنا في هذا الفيديو هذا غندويو على الهوية ديال الشخص حسب الأفكار ديال فرويد. شنو قال فرويد على الهوية ديال الشخص وباش كنعرفو هوية كل شخص. وفرويد هنا يبدأ يتعمق ويقول لنا باللي الشخص راه ما معروفش، راه تيبان فيه غير ديك 10% اللي الفوق، أما داكشي اللي تحت الماء فراه ما عارفينوش عليه، لأن 90% اللي لتحت ما عارفينهاش. فالشخص عند فرويد كتكون من 3 ديال الحوايج: الأنا والهو والأنا الأعلى. يعني عند فرويد أي شخص راه عميق، راه ديك 90% اللي لتحت كاع ما عارفينها عليه، ديك الهوية الكاملة ما معروفاش. ولكن فرويد شنو بغى يقصد بديك الأنا والأنا الأعلى والهو؟ الهو هو اللي مرتبط بالغرائز. الهو مثلا اللي ذكر فرويد هو واحد الحاجة اللي يقد يقول لك الراس مثلا نوض تشفر باش تاكل، يعني إلا ما كانت الماكلة وكانت المجاعة وكتبان لك الماكلة عند شي واحد آخر، سير شفرو وضربو وخد ديك الماكلة حيت انت جيعان. يعني داك الهو كيوجهك باش دير شي حوايج اللي يكونوا حماق، يعني حسب الغريزة. الهو مرتبط بالغريزة، مثلا كي يقول لك مثلا سير تعدى على ديك البنت باش تفرغ الشهوة ديالك ديال العنف، او لا سير مثلا دير التحرش ولا شي حاجة بحال هكا. يعني هو ديما مرتبط بالغرائز، وهذا الهو هو الجانب الشرير اللي كان ذكر فرويد. أما الجانب الخير واللي هو الأنا الأعلى، يعني داك الأعلى اللي كيبان لك انت، يا الأخلاق ولا داك اللي تينبك أنك ما تديرش واحد الحاجة. يعني مثلا لك تي باغي تشفر، هو تيقول لك، يعني الداخل ديالك تيقول لك الشفرة ما مزياناش. او لانك ملي كتبغي دير شي عمل خايب مع شي واحد، هو تيقول لك لا هذاك راه ماشي عمل زويون وراه في سبيل الانسانيه ما خصكش ديرو. راه ممكن لك ديرو، ولكن ماشي اي حاجه ممكن لك ديرها، خصك ضروري ديرها. واللي كيأنبك انك ما ديرهاش هو هذاك الانا الاعلى اللي فيك. وهذا الانا الاعلى بزاف ديال الحالات كيكون مرتبط بالدين، انك كيكون عندك واحد المثل اعلى في الاخلاق، فهو اللي كيوجهك وكيأنبك باش ما ديرش واحد الحاجه خايبه. ولكن فرويد ذكر لنا ان العقل هو اللي كيمنعك من انك تدير واحد الحاجه خايبه ولا لا اخلاقيه. ولكن من الطرف الاخر اللي هو الهو، فالغرائز تقدر تخليك تدير حوايج خايبة، مثلا انك تشفر ولا تضرب واحد حيتاش عنده الماكلة وانت جيعان في واحد اللحظة معينة، او لانك تدير شي حوايج باش تلبي للشهوة ديالك ديك الرغبة اللي بغات. دابا فهمتي شنا هو الانا الاعلى وشنا هو الهو؟ اجي نتكلموا على الانا. الانا هو اللي جامع هادو بجوج، يعني مرة تيكون عندك دماغ ديال الهو، مرة تيكون عندك دماغ ديال الانا الاعلى. هادشي اللي بغى يوصل لنا فرويد
بالافكار ديالو على الهويه ديال الشخص. الهويه ديال الشخص فيها ثلاثه: الانا، الانا الاعلى، والهو. وهاد الثلاثه هادو كلهم كاينين في الانسان دقه واحده. الفكره ديال فرويد هو ان هادو هما المقاييس باش تقيس الهويه ديال الشخص. وخليني نتكلم، ليش تتكلم بلاصتي؟ اسمح لينا با فرويد، نخبوك. صحه والراحه، قهوه زوينه. تهلا فراسك اخويا فرويد. قالي الافيونين، الى عجبكم الفيديو ديروا لايك. بيس اند لاف. وهذا اللايك هذا من النظريه ديال علم النفس. نقد نقول لك اخي معاد باللي اي واحد دارو تيحس بواحد الراحه نفسيه، وغالبا تيكون المزاج ديالو زوين. وراك فاهم، فهمتي؟